أم محمد الجندي اختارت هذا التحالف وقالت هتترشح، بس قلتي هترشح لو ترشح الأخوان ولا هتترشحي لأنك مقتنعة بهذا التحالف؟ لا أنا مقتنعة، ولأن التحالف ده بيضم شخصيات ما لهمش علامة استفهام. ما فيش شخصية في هذا ما لهوش علامة استفهام، وهذا ما جعل. شفتي الإخلاص اللي بتكلم بيه مصطفى الجندي؟ يعني كل واحد فينا بيتكلم بحرقه، يعني هقول لك كل واحد طبعا. فينا ستي كل دي واحد قاعده بتقول لك انا ضناها راح يا جدعان، افهموا ضناها ضناها عشان ليه راح؟ لو في ليه حرق دم امه النهارده عشان البلد تبقى حلوه. صح. بص يا حبيبي، هم حتى لما بيقولوا لي انت متسامحه زياده عن اللزوم فانا بقول لهم طيب ماشي، انت لو جبت لي خمسه سته وقلت لي هعلمهم في ميدان عام قصاد ابنك، هل ابني رجع من المقبره تاني؟ لا. يبقى انت لو نفذت لي الاهداف اللي ابني نزل من اجلها ومات وراح في ده مصر، هو ده اللي هيرجع لي ابني تاني. الاهداف اللي مات عشانها عيش حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، بل ازيد عليها. لان هو كان يحلم وانا ايضا احلم بما كان يحلم به بل اكثر. كان نفسه يا ابني يشوف شوارعنا زي باريس، كان نفسه يشوف سكة حديد زي لندن، كان نفسه يشوف كل الشباب بيشتغل مفيش عطالة مفيش بطالة، كان نفسه يشوف ان مفيش بنت تحتاج حاجة من ابوها وما ابوها ما يقدرش يجيبها لها. دي بتوجع الاب قوي، بتكسره طبعا. على فكرة طبعا. هو ده اللي كان بيحلم بيه ابني، انا بحلم بقى زيادة عليه. بثقافة، بفكر، بقلعة صناعية زي اللي عملها طلعت حر. أحلم بتعليم جيد من أول الحضانة لحد الجامعة، مش التعليم اللي أنا شايفاه ده، أحلم بالتعليم اللي أنا تعلمته في مدارسنا بتاعت زمان. يعني أنت داخلة في البرلمان كنائبة إن شاء الله، هتترشحي سواء أنا دخلت أو ما دخلتش، أنا بأيد هذا التحالف.